أقل من ساعة وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السعودي، تحديدا الساعة 3 بتوقيت القاهرة في استاد نادي الوحدة الإماراتي، في ختام مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من مونديال الأندية قصاد الهلال السعودي، في مواجهة هتكون صعبة أكيد على الفريقين لأنها بتجمع ما بين بطل أفريقيا وبطل آسيا. استعد النادي الأهلي جيدا لمباراة الهلال، وده من خلال مشاهدة عدد من الفيديوز للفريق السعودي، خصوصا طبعا عن مباراته ضد تشيلسي الانجليزي في نص نهائي مونديال الانديه، عشان يتعرف اكتر على عناصر القوه وعناصر الضعف في صفوف الزعيم، وكمان يعرف اهم الاوراق اللي موجوده في صفوفه، ويركز برضه على نقط الضعف اللي يستغلها المنافسين في اختراق دفاعات والوصول طبعا لمرمى الفريق المنافس. كمان عقد بيتسو موسيماني المدير الفني اكتر من محاضره فنيه مع لعيبه النادي الاهلي بالفيديو، عشان يشرح ليهم ابرز عناصر القوه والضعف في صفوف الهلال، ويحذرهم كمان من بعض مفاتيح لعب الفريق السعودي وقوته الهجوميه وسرعات اللعيبه، خصوصا طبعا الثنائي اوديون ايجالو وموسى ماريجا، وحذرهم كمان من التهاون او غياب التركيز او ترك مساحات امام بطل اسيا. كمان ده هو اللي حصل في مباراه بالميراس في المباراه الماضيه، وكمان طلب موسيماني لعبته بتقديم افضل ما عندهم واظهار شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، وكمان اللعب بنفس الروح اللي ظهروا عليها امام مونتاري المكسيكي، واللي ظهرت كمان فيها شخصية النادي الأهلي الحقيقية برغم الغيابات الكثيرة. كمان بيراهن موسيماني على جاهزية اللعيبة الدوليين للمشاركة بشكل أساسي في المباراة، زي محمد شريف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم. التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام الهلال السعودي في مونديال الأندية: علي لطفي في حراسة المرمى قصاد ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، حمدي فتحي، محمد دهني في خط الوسط، وسوليا وديانج، وقصاده أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف هيلعب كراس حربة صريح. طبعا النادي الاهلي بيواجه ظروف صعبه قصاد الهلال، بتتمثل كمان في غياب العديد من اللعيبه بسبب الاصابات والايقافات. بيغيب كل من ايمن اشرف عشان هو حصل على كارت احمر في مباراه بالميراس البرازيلي، ومحمد مجدي قفشه لانه حصل على انذارين، ومحمد الشناوي طبعا بسبب الاصابه. وبيغيب كمان اكرم توفيق وبدر بنون وعمار حمدي وحسام حسن وصلاح محسن وبريسي تاو واحمد نبيل كوكا بسبب الاصابه. كمان حرص بيتسو موسيماني ان هو يعمل جلسه مطوله مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد الاستقرار على اللعب باساسي في مواجهه الهلال السعودي، وكلفه كمان بفرض رقابه لصيقه على نيجيري ايجالو مهاجم الهلال السعودي الخطير، عشان يحدد او يقلل من خطورته، خصوصا طبعا ان هو بيعتبر واحد من اهم عناصر قوه هجوم الفريق السعودي. خليني برضه اقول لكم كده تاريخ مواجهات النادي الاهلي والهلال السعودي: البطوله العربيه في نسخه 88 89 اتعادل الفريقين بنتيجه 1-1، وفي بطوله النخبه العربيه سنه 95 فاز النادي الاهلي 1-0، وفي بطوله العرب ابطال الدوري 96 فاز النادي الاهلي 2-1، وفي بطوله الصداقه الدوليه سنه 98 فاز الهلال السعودي 1-0، وفي الدور التمهيدي للبطوله العربيه التعادل كان بنتيجة 0-0 في 2004، وفي مباراة ودية في سنة 2013 كانت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1. كمان العالم كله اكيد النهارده هيتابع مباراه نهائي كاس العالم للانديه ما بين تشيلسي وما بين بالميراس البرازيلي الساعه 6:30 على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيره الاماراتي، مباراه بكل تاكيد قويه وهتحظى بمتابعه كبيره جدا، غير انها يعني هتكون مليانه بالقوه وبالحماس ما بين لعيبه الفريقين، خصوصا طبعا بالميراس واللي ظهر باداء جيد جدا، اللي اكيد كمان عنده امل كبير ان هو يحصل على اللقب. تعالوا نشوف دلوقتي مباريات النهارده من كأس العالم للأندية.